اكتملت الصورة مع الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية في سوريا التأم مجلس الشعب بكامل أعضائه في جلسة تشريعية وحضرت الحكومة تذكر المجتمعون القتلى من العسكريين والمدنيين فوقفوا وصمتوا ثم أعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية للمواطنين السوريين المقيمين على الاراضي السوريه يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 ورد على تساؤلات كثيرين حول اجراء الانتخابات وها نحن نعلن اجراءها في موعدها وفي مهلها الدستوريه دون تاخير غير ابهين بكل ما يقوله البعض في الخارج في محاوله منهم لزعزعه ثقتنا بانفسنا وتشويه وتعطيل مسارنا وخيالنا السياسي والديمقراطي. في المفارقات ان قانون الانتخاب يمنع اي سوري من الترشح اذا لم يكن مقيما على الاراضي السوريه منذ عشر سنوات. اي ان المعارضه كقيادات وشخصيات موجوده في الخارج يمنع عليها المشاركه في الترشيح. لكن القانون يسمح للسوريين في الخارج ان يدلوا باصواتهم في السفرات لكنه لم يستثني النازحين في الحراك الدولي فتح باب الترشيح يغلق الباب أمام الحل السياسي الذي يمثله اتفاق جنيف واحد القائل بوجوب تشكيل هيئة حكم انتقالي تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد الولايات المتحدة كانت أعلنت وفق الناطق بلسان البيت الأبيض جاي جارني بأن ترشح الأسد للرئاسة مدعاة للسخرية ميدانيا تشهد كل المناطق في سوريا اشتباكات دخلت عامها الرابع وانتشر النازحون السوريون على ضفاف الوطن وفي المغتربات خوفا ورعبا وقلقا على المستقبل والحياه. فهل تكون الانتخابات المقبله اذا جرت لمن بقي في الاحياء من الاحياء ام لمن تمثل القوى الاقليميه وبعض من القوى الدوليه يتساءل مراقبون. عصام عبد الله بي بي سي